نتابع المزيد مع دكتور محمد صلاح السبكي، المدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق. أهلا بحضرتك دكتور محمد إلى هذه التغطية الخاصة من إكسترا نيوز لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في دورته الخامسة. بداية، كيف قرأت المشاركة الدولية والمحلية الواسعة؟ نتحدث عن عدد كبير من المسؤولين في هذا القطاع والخبراء أيضا. شكرا جزيلا على دعوتي. التواجد الإقليمي والعالمي في هذا المؤتمر بيعكس اهتمام الجميع، اهتمام كافة الجهات العاملة في مجال الطاقة حول العالم بمصر، باعتبار أنها ستمثل إن شاء الله مركز لتبادل الطاقة ما بين ثلاث قارات، وده هام جدا جدا بالنسبة لمصر. فكون أن مصر تكون منصة مركزية لتبادل الطاقة، ده بيعكس الاهتمام بتاع الدول التي شاركت والجهات التي شاركت في هذا المؤتمر. هنا أسألك دكتور محمد عن رؤية مصر وهدفها لأن تصبح محور إقليمي للطاقة. إلى أين وصلنا في هذا الهدف حتى الآن، يعني في ظل كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية؟ احنا بنتقدم في هذا الاتجاه لأن احنا كموقع جغرافي ده هام جدا، احنا بنتوسط ثلاث قارات، ايضا كبنيه اساسيه للشبكات البترول والغاز والكهرباء، فاحنا مؤهلين ان نكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه، اما مرورا بمصر او ايضا لانتاج كثير من انواع الطاقه اللي تغطي احتياجات كثير من الدول إقليميا وعالميا. طيب ماذا عن جهود مصر في الاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة؟ وحضرتك كنت رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال على وجه التحديد. مصر بتبذل جهود واضحة، وخليني أقول لحضرتك من ساعة صدور، من وقت صدور الدستور الجديد سنة 2014، الدستور المصري نص في المادة 32 منه على التزام الدولة بتنمية الطاقات المتجددة والاستخدام الأمثل لها، فده بيمثل غطاء، أقوى غطاء تشريعي ممكن أن مصر أو دولة تعتمد عليه، فإنه ذكر في الدستور فده حاجة هامة جدا. تلا هذا العديد من القوانين والقرارات الوزارية اللي بتشجع على استخدام الاستثمار واستخدام الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى هذا، في 2016-2017 صدر استراتيجية مصر للطاقة وخليط الطاقة، وهذه الاستراتيجية بينت أن احنا بنستهدف في مصر بحلول عام 2035 أن مساهمة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة هيوصل إلى 42%، في الأول كان 35%، ثم زاد مع التحديث إلى 42%، وحاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بيجري تحديث هذه الاستراتيجية والابتعاد عن بعض المصادر الملوثة للبيئة، يعني من المصادر الملوثة للبيئة، ومنتظر أن هذا الهدف يصل سنة 2040 إلى ما يزيد عن 60% كمساهمة للطاقات المتجددة في خليط الطاقة في مصر. ده بيمثل لنا أهمية جدا أن مصر بالشكل ده ممكن أنها يعني ستكون إن شاء الله يعني منبع أو مصدر ل توريد الطاقات المتجددة، ليس فقط على المستوى المحلي إنما على المستوى الإقليمي في المنطقة، أيضا لأفريقيا وإلى الجنوب الأوروبي، ومن ثم إلى انتقال إلى الشبكات الأوروبية بصفة عامة. فده هيمثل يعني هدف مهم جدا، والدولة بتعمل على هذا. طيب دكتور محمد، ما أعمدة الخطة المصرية للوصول إلى هذه الأهداف سواء قريبة المدى أو بعيدة المدى التي ذكرتها؟
الأهداف إن في كثير من المشروعات على المستوى المشروعات الصغيرة الحجم وأيضا على المشروعات الكبيرة الحجم بيتم جذب الاستثمار لها. أيضا صدر في ديسمبر 2014 صدر قانون تنمية الطاقات المتجددة اللي نص على 4 آليات زائد آلية إضافية. هذه الآليات كلها بتشجع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وبتبين إن الدولة هتبقى يعني اللي يستلم هذه الطاقات ويدفع مقابل لها، بالإضافة إلى إن الدولة هتكون ضامن لاستمرارية هذه المشاريع لمدة تتعدى 20 عام. فده هام جدا جدا، لأن ده بيمثل جذب للاستثمار على المستوى الصغير والمتوسط وأيضا على المستوى الكبير، ودي أنشطة اقتصادية إضافية في مصر. دي طبعا هتمثل برضو يعني عامل زيادة في فرص العمل في هذا المجال. صدور هذا التشريع بيختلف عن كثير من الدول، إن عدد قليل من الدول اللي هي نصت على 5 تشريعات في آن واحد ممكن تطبيقها بشكل آني، بشكل متتابع أو بشكل متوازي في نفس الوقت. طيب هناك أيضا يمثل التزام الدولة طبعا، ويمثل إن هناك يعني بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال. سنتطرق إلى النقطة الخاصة بالاستثمار، هي نقطة غاية في الأهمية عندما نتحدث عن هذا الملف، ولكن دعني أولا دكتور محمد أتحدث معك عن رؤيتك كمختص في هذا الشأن لأبرز وأهم أو ربما أكثر المشروعات القومية التي قامت بها مصر في الآونة الأخيرة في مجال الطاقة النظيفة. برؤيتك ما أبرز هذه المشروعات، ما الأكثر تأثيرا؟ يمكن كان نتاج لي القانون 203 اللي صدر في ديسمبر 2014 هو إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في جنوب أسوان، وهذا المجمع جذب ما يزيد عن 2 مليار دولار في هذا المجال. كان في حين وساعة ما اتبنى كان أكبر مشروع على مستوى العالم في إنتاج الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية. فده من أكبر المشروعات حجما، واللي أيضا القطاع الكهرباء في مصر ضمن إن هو يأخذ هذا الإنتاج بأسعار جاذبة جدا، بأسعار محفزة جدا، وبيضمن إن هو هيشتري الناتج بتاع الكهرباء ده لمدة 25 عام. أيضا إتاحة أرض بنبان لهذه المشروعات بقيمة إيجارية طائلة لا تتعدى 2%، أيضا ده كان حاجة إيجابية. بالإضافة إلى هذا أيضا في حينه كانت الضرائب الجمارك على معدات الطاقات المتجددة في حينه كانت 0%، فده كله أدى إلى نجاح المشروع، وإن هذا المشروع يرى النور، و طبعا حاليا بينتج وبيساهم بما يصل إلى ما يقرب من 4 أو 5% من خليط الطاقة الكهربية في مصر. ده نسبة عالية جدا في مساهمة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة الكهربية. طيب دكتور محمد، أثناء حديثك تطرقت إلى نقطة الاستثمارات وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر في هذا المجال. هنا أسألك عن أهم الشركاء الدوليين لمصر في مجال الطاقة بشكل عام في هذه المرحلة. يعني أهم الشركاء من ناحية الاستثمارات فهي استثمارات جاية أساسا من المنطقة الأوروبية، ومن شركاء التنمية الدوليين كالبنك الدولي، كبنك الإعمار الأوروبي، كبنك الإعمار الفرنسي. كل هؤلاء بيساهموا في تمويل هذه المشروعات بشكل إيجابي، وأيضا التمويل عادة بيتم
بشروط جاذبه وميسره جدا جدا. فطبيعه هذه المشروعات واحتماليات الاسواق اللي هتتفتح لتداول الطاقه من الطاقه الاوليه للطاقه المستدامه اللي هي زي طاقه الشمس وطاقه الرياح، ده بيعكس فرص استثمار عاليه وفرص عمل ايضا عاليه في مصر. ايضا مش بس فرص عمل، انما فرص نقل خبرات متراكمه بتحدث في مصر وحصلت فعلا. هذه الخبره المتراكمه هتساهم في تنميه الطاقات المتجدده في دول اخرى، على مثلا خلال يعني في مثلا القاره الافريقيه على سبيل المثال وليس الحصر. طيب ما اهميه البنية التحتية، وهي النقطة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في هذا المحفل، ما أهمية البنية التحتية في هذه المعادلة الخاصة بالطاقة؟ البنية التحتية هامة جدا جدا، على أساس أن البنية التحتية هي عبارة عن شبكات، هي طرق بتسمح بنقل الطاقة من مصادرها إلى من مناطق إلى مناطق أخرى. أيضا البنية التحتية هي طرق أيضا وشبكات يمكن عن طريقها تمرير الطاقة من مناطق خارج الجمهورية إلى مناطق أخرى خارج الجمهورية. فالبنية التحتية هامة جدا جدا وأساسية، مش بس البنية التحتية كطرق، إنما البنية التحتية كأيضا كمعامل تحويل ومحطات تحويل. ده كله موجود في مصر، ده كله موجود في مصر بشكل جيد ويتنامى، وده اللي يخلي مصر تكون كاذبة انها تكون مركز لتبادل الطاقة ما بين افريقيا واسيا واوروبا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح السبكي، المدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، على هذه المداخلة.